قلوبنا أن تحمل على كفوف من الحب ونستحق ألا نهون أو يستهان بنا يا ريت بتكون دايما قلوبنا على بعض مثل معيوننا على بعض ونعرف نحب بصدق ونعطي وقتنا واهتمامنا بكل لحظة من نهارنا بكل لحظة من أيامنا لغيرنا لأنه الاهتمام والحب بيعملوا فرق كبير صباح الخير لإلكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا ان كان داخل لبنان او خارج لبنان عبر مريم في تحيه كتير كبيره لإلكم ان كنتوا عم تتابعونا عبر السوشيال ميديا فيسبوك بيج مريم في او عبر التي في صباح الخير انا بصبحكم بالخير والحب والسلام وبتمنى اكيد انه تقضوا وقت ممتع معي بهالحلقه الجديده من برنامج على الموعد اون تايم. يعني نحن هيك دائما بنحب بهالبرنامج نكون عم نحملكم الاخبار الحلوه ولازم نذكر قبل ما نبلش بصلاتنا انه من اسبوعين فرحنا بخبر كثير حلو وهو خبر التقديس القريب لتباوي كارلو اكوتيس من خلال عجيبه جديده قام فيها كارلو مع صبيه تعرضت لحادث على البيسيكلات وتعرضت لحادث كتير قوي وبقوه ربنا وبمساعده وشفاعه كارلو اللي زارته أمه وتوسلت له انه تشفى بنتها شفيت ورجعت استعادت حياتها الطبيعيه ومن خلالها قرر البابا فرانسيس انه رح يعلن قريبا قداسه التباوي كارلو اكوتيس فرحتنا كثير كبيره بهالخبر و... و ويعني متشوقين عن جد تصير هال... هالاعلان القداسي ويكون كارلو قديس مثل كل القديسين يعني على مذابح الرب. رح ننتقل معكم مشاهدينا لصلاتنا اللي كمان اكيد رح نكرسها لامنا مريم العذراء بختام هالشهر المريمي ورح نقول يا مريم يا امنا الحنون نكرس لك ذواتنا وبيوتنا وعائلاتنا واولادنا وشبابنا وشاباتنا واطفالنا والعالم اجمع فباركينا يا مريم واحفظينا وظللينا بحبك وحنانك وحمايتك وساعدينا يا مريم على ان ننشر ملكوت الاب والابن والروح القدس امين. مشاهدينا آه صلاتنا اللي بتعطينا سلام ورجا بنهار كله رح نحملها معنا اليوم وكل يوم ورح ننتقل معكم هلا لفقره المتفرقات. <applause> دايما بهالفقره بنجرب ننقل اخبار الاسبوع كله. ودائما بنجرب نعطيكم ايجابيه ولكن خبرنا الاول منو كتير ايجابي للاسف جرائم وفوضى وحدود في التاني. بالبلد بالفترة الأخيرة عم نسمع كتير بحوادث فظيعة وفعلا مرعبة أكيد سقوط الدولة عم بيسمح بكل هالفلتان المستشري على طول مساحة لبنان يعني ساعة عم بعصابة تيك توكرز بعده لهلأ القصة منا مفهومة القصة مشربكة الأشخاص اللي كانوا مدّع عليهم صاروا هن مرتكبين جرائم أخبار فعلا فظيعة وبشعة عن شبكة صارت عم تتمدد أكتر وأكتر صارت بتضم يمكن أكتر من مئة شخص ولهلأ بعد ما في أحكام واضحة عم نسمع فيها جرائم متعددة بعدة مناطق لبنانية سرقات آه خبر سمعنا فيه الأسبوع الماضي خبر مؤسف جدا جدا عن طفلة فقدت حياتها بسبب أنه قشطت من باص المدرسة في فجوة بقلب الباص وقشطت فيه يعني هذا آخر الدنيا أنه يوصل الفلتان بهذا البلد لحديت هون يعني لوين بعدنا رايحين إذا لا عم بينعمل صيانة الأطفال ما بقى عندهم محل آمن لا بالمدرسة محل آمن لألون لا بالبيت محل آمن لألون المواطن اللبناني كل يوم بيسمع خبريه بشعه كل يوم بيتعرض لموقف بشع لوين بعدنا رايحين تفلت وين مكان حتى بالمدارس عم نسمع في تحرش، مع هالجرائم والفوضى عم نشهد مؤخرا كمان حوادث التعنيف والتحرش والاغتصاب بالمدارس الرسميه والخاصه، المرتكبين مين ما كانوا بعدهم عم يشعروا بالطمأنينه وبالراحه نتيجه الهوه بين المواقف الرسميه وحقيقه ما يتخذ من اجراءات بحقهم. بلبنان فضائح فضائح بالسر وبالعلن اخر فترة كثيرة وما في مسؤول موجود ليتحرك او يبرر والقضاء اللي مفترض انه يتحرك غالبا ما بيتمنى انه يقعد على جنب وينعفى من مهام تجلب له الاحراج الحوادث عم تتكرر يوميا بمدارس كثيره والقليل بيجرؤوا على التبليغ او على تقديم حتى شكوى لوزاره التربيه اللي غايبه اصلا عن السماء فحال المدارس الرسميه منه افضل كمان وسجلت حوادث تحرش افصح عنا الاهالي بعدد من المدارس الرسميه منا بالكورة ومنا بعكار القضية ما بتوقف عند التحرش والاختصاب بل بتنتشر كمان قصص التعنيف والضرب بعدة مدارس عم نسمع فيها آخر شيء وكان ليه في التحرك وزير التربية بشكل سريع الحمد لله الوزير أحمد الحلبي بقضية المدرسة الخاصة ولازم أكيد مش بس يكون في هيك تحرك عادي لازم يكون في تحرك سريع وأيضا إجراءات صارمة لازم تتخذ بحق المرتكبين أكيد يعني بأسرع وقت تنحد من هالحوادث اللي عم تصير هيدي مش حوادث هيدي جرائم هيدي جرائم اخلاقيه وانسانيه و... وبت... يعني جرائم من ابشع فينا نوصفها عم بتصير على كل الحدود اللبنانيه مع المواطنين مع الاطفال يعني صعقنا بخبر هالطفل اللي اللي ماتت بس لانه في فجوه بالباص قصفت منها ودهست هيك يعني هالقد حياه الانسان صارت رخيصه للاسف بالبلد خبرنا الاخر جربت انه يكون خبر حلو يعني مع كل هالمآسات اللي عم نقطع فيها خبر ببشر بالخير بالموسم الصيفي السياحي اللي جاي بيروت بتشتغل بالحفلات نجوم العالم العربي بلبنان هالصيف فانطرون وحجزوا وحضرون بيروت الوجهة المقصودة والحدث هالصيف فبالرغم من الحرب الدائرة بجلو بجنوب لبنان ورغم من بشاعة وفظاعة الأحداث اللي عم نسمع فيها إلا أنه اللي رح يحصل بالعاصمة بلبنان خلال الأيام والأشهر المقبلة هو أشبه بحفلة كتير كبيرة بفن وفرح كبير رح تعيد الأمل للبنانيين ورح تثبت أنه حبنا للحياة بينتصر رغم رغم كل شيء غابت المهرجانات للاسف عن معظم المناطق اللبنانيه هالصيف بسبب الاوضاع الامنيه لا تحل الحفلات الفنيه اللي بتستقطب اللبنانيين المقيمين والمغتربين اللي بلشوا يحجزوا تذكرون وياخذوا مقاعدهم بلبنان وغرفهم بالفنادق بفنادق العاصمه لحضور حفلات الفنانين المفضلين عندهم اكيد لا تتحرك شوي العجله السياحيه بقلب بيروت ففينا نقول انه المعيد تحددت واللافت هو ضخامه الحفلات اللي رح تكون موجوده من ناحيه الانتاج والتنظيم والمساحه الكبيره اما الراعي الرسمي للحفلات لهالحفلات الضخمه والناقل الحصري هو الثلاثي الذهبي ام تي في 1 تي في و اف الحفلات هن بدايه بدايه رح نكون عم نقول لكم اياها بش بشكل سريع، بدايه مع الفنان عمرو دياب اللي حفلته ب 15 حزيران ببيروت ووتر فرونت، اما موعد سهره الفنان كاظم الساهر فهو ب 5 تموز، حفله الفنانه شيرين رح تكون ب 20 تموز، اما عشاق وائل اللي هن انا كمان من عشاق الفنان وائل كفوري رح يكون عندهم فرصة انه يتلاقوا معه مرتين بالفورم دو بيروت ب 28 و 27 تموز رح يشتعل كمان الفورم دو بيروت مع الفنان تامر حسني ب 3 اب والموعد الذهبي رح يكون مع الفنانة أصالة بعشرة أب كمان بالفورم دو بيروت ولمحبي الفنان محمد رمضان احفظوا منيح موعد حفلته ب17 أب كمان بالفورم دبيروت بالإضافة إلى حفلات أخرى لفنانين كمان آخرين رح يتم الإعلان عنها بالأيام الجاية اللي رح تشهدوا العاصمة بيروت فعلا لا مثيل له بأي بلد بالعالم آه رح نعيش يعني اوضاع آه كثير مميزة وإن شاء الله أنه نقدر نعيشها بسلام وبفرح إيمان اللبناني بوطنه هو اللي عم بيأدي لهيدا الشيء والتزام الفنانين اللبنانيين والعرب بحفلاتهم بلبنان وبحبهم للبنان بالرغم من كل التحديات بالرغم من كل الصعوبات هو رسالة للعالم كله هو رسالة أنه آه لبنان كان ورح يكون ورح يبقى واحة للفن والحب والسلام شيء من شيء وأبا من أبا يعني فعلا خبر كثير حلو بنتمنى انه كل اللبنانيين يصيفوا ويعيدوا بخير وانا بكون هيك مع هالخبر الحلو ختمت وراح اختم صبحيتي معكم الصغيره بس اكيد ما رح اروح لمحل رح كفي معكم مع جوف اللي فعلا اليوم كثير مميزين اليوم رح نكون عم نحكي عن موضوع كثير مهم وهو كيف نقدر نحافظ على قوه صوتنا وعلى على صوتنا قدرتنا انه نطلع صوتنا والتعامل مع صوتنا رغم كل الظروف اللي رح نقطع فيها بفكره اخرى رح يكون معنا التجمع النساء الديمقراطي اللبناني ار دي اف ال تنحكي عن اخر الحملات والبرامج اللي عم بيقوموا فيها ورح يقوموا فيها دائما لدعم المراه ولمنع تزويج الطفلات فما تروحوا لمحل وخليكم معي وتابعوا برنامج على الموعد للاخير بس اكيد رح ارجع معكم بعد البريك مرحبا ستة حزيران تذكار القديس ميخائيل رئيس الملائكة. ميخائيل هو رئيس الملائكة كما شهد القديس يوحنا في رؤياه حيث قال: وحدث قتال في السماء ميخائيل وملائكته كانوا يقاتلون التنين وكان التنين وملائكته يقاتلونه وانتصر ميخائيل على ابليس وعلى ملائكته وطردهم من السماء فرفعه الله الى رئاسه الملائكه ودانيال النبي يقول في ذلك الزمان يقول ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك وكما كان هذا الملاك العظيم محاميا وناصرا للشعب في العهد القديم كذلك لم يزل محاميا وناصرا لكنيسه المسيح في العهد الجديد هو الذي ظهر لابراهيم وتراءى ليشوع حين جاز الاردن ونصره على اريحا وهو الذي سلم بوحي الوصايا الى موسى ونصر داود ونجاه من اضطهادات شاول وهو الذي رفع إيليا بمركبة بمركبة نار إلى السماء كذلك هو محامي الكنيسة ضد أعدائها ونصيرها في حياتها وجهادها وهو الذي ظهر معزيا للسيد المسيح في بستان الزيتون وتراءى لقائد كورنيلوس وهداه إلى بطرس الرسول ونجى بطرس من هيرودس وظهر مرارا للقديس يوحنا الحبيب كاشفا له عن اسرار الرؤيا وهو لا يزال يشفع فينا لدى عرش العلي ويرسل ويرسل بامر الله الى الارض ملائكه الحراس ليعضدوا الكنيسة وأبنائها في حربهم ضد الشر والخطيئة صلاته معنا <applause> حس الضيف انه هو بامان ومبسوط معكم. نصائح رح اعطيكم اياها كرمال كمان الضيف يحس حاله ببيته. اول شيء الترحيب دائما بضيفكم والحفاظ على خصوصيته بمعنى انه نحن ما فينا نفوت على اموره الشخصيه. في حال سمعتوا الضيف عم يحكي على التليفون الافضل انه تتركوا له المساحه لحاله تيكمل تليفونه او ترجعه لعنده. دائما بدكم تتركوا للضيف حريه ترتيب اغراضه اللي جابها بنفسه، بمعنى انه ما بفوت معه على اوضه النوم وفضله الفاليز بالطريقه اللي انا بدي اياها او بتحشر بالامور اللي معه باغراضه الخاصه، هو عنده حريه انه يرتبها، فيني اعرض خدماتي اني ساعده ولكن ما بجبر انه انا بدي اعمل هيدا الشيء، تخصيص يوم خاص للتسوق والشوبينج خصوصا بلبنان في كتير مولات لهيدا الشيء اه ونحن لازم نستفيد من الوقت سوا وفينا نعمل تسوق نحن وياه وندليه على الاماكن اللي هي حسب ذوقه بتعجبه او بترك له هيدا اليوم يعمل فيه يتسوق مثل ما هو بده، تخصيص يوم خاص بقلب البيت وعشاء عائلة تعرفوا على عائلتي وعلى كل الاشخاص اللي موجودين وبيكون هو التعرف العائلي لهيدا الشخص، محاوله للتجنب كثير انه هيدا الضيف هو يدفع لانه هيدا الضيف هو ضيفي وباي عزيمه بدها تصير برات البيت انا المسؤول عن دفعات هيدا الضيف يعني الواحد يعمل حسابه كثير منيح لما بده يعزم اي ضيف لعنده لانه صاحب العزيمه هو اللي عليه يدفع اي شيء اعطيتكم نصائح بتمنى انه تستفيدوا منها شكرا لكم ونهاركم سعيد